في لبنان أيضا لا تتوقف أسعار المواد الغذائية وحتى الوقود والأدوية عن الارتفاع بسبب تقلبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لتتخطى نسبة ارتفاعها في شهر نوفمبر الماضي 25%. ويطالب خبراء الاقتصاد بضرورة إقرار البطاقة التمويلية التي ستكون بديلا عن رفع الدعم الحكومي لتخفيف ولو جزئيا من وطأة الفقر الذي أصاب نحو 70% من اللبنانيين حسب تقارير دولية. تتسوق ليلى في متجر الخضروات هذا بالحبة، تشتري ما تحتاجه وأولادها الأربعة. زوجها بالكاد يتقاضى راتبا بالليرة نهارا مع انهيار قيمتها. جوزي بالشغل بالأحذية مفصل، بيقبض مليون ليرة بالشهر، شو بدي أدفع موتير اشتراك أجار بيتي 500 دولار بالشهر، ونحن 3-5 أشخاص بالبيت. بورصة الأسعار تكاد ترتفع يوميا داخل متاجر بيع الأغذية، وهي ارتفعت بنسبة 70% منذ بداية العام الحالي، ولا طاقة للمواطن على مواكبة ارتفاعات يصفها بالعشوائية مع تآكل قدرته الشرائية، وسط أرقام تضخم للعام الحالي زادت بنسبة 70%. اشتريت كيلو بصل، لأ مش قادر أخذ لا عنب ولا انجاص ولا تفاح ولا شيء. اللحمة 250,000 ليرة، ما بقى فينا نجيب ربع وقية لحمة. وأمام وزارة الاقتصاد مؤتمر صحفي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، يرفض هؤلاء سياسة الحكومة التي يتهمونها بإفقار وتجويع الناس. ماذا بعد رفعكم الدعم عن الدواء وحليب الأطفال وترك أهالينا وكبارنا في السن يموتون على فراشهم ببطء لرفعكم الدعم عن الأدوية المزمنة؟ الحكومة أطلقت شبكة الأمان الاجتماعي التي تغطي جزءا بسيطا من الفقراء، في حين يطالب خبراء الاقتصاد بضرورة إقرار البطاقة التمويلية التي تغطي أكبر نسبة من الفقراء، علما أن هناك 75% من اللبنانيين تحت خط الفقر حسب تقارير دولية. نحن اليوم نملك ما يقارب 70 مراقب فقط على كامل مساحة الأراضي اللبنانية، المولج فيها أن تقوم برقابة ما يزيد عن 22,000 نقطة بيع، 140 فرن، 160 سوبر ماركت، وما يزيد 3,000 مولد. فنحن شغلنا عم نقوم فيه بشكل يومي، ومراقبين بظل تدني القدرة الشرائية وظرف المعاشات عندهم. كلنا نعرف تغيب المعالجات السياسية للأزمة الاقتصادية الخانقة مع غياب جلسات الحكومة المشلولة منذ أكثر من شهر ونيف، ليبقى الحاضر الأبرز في الشارع هنا لبنانيون بمعظمهم يصارعون لتأمين أساسيات العيش. حتى هذه اللحوم باتت حكرا على قلة ميسورة في البلاد مع استمرار ارتفاع أسعارها لتلامس 250,000 ليرة لبنانية الكيلوغرام الواحد، أي ما يقارب 10 دولارات في السوق الموازية. واقع دفع ببعض المتاجر إلى الإقفال، وأخرى تراجع بيع اللحوم فيها بنسبة فاقت 50% حسب معنيين. جين عفيش، الحرة، بيروت.